الرسم والأوطان زرع وعمرانا كي تسمى الأوطان زرع وعمرانا حكاية فيها النور والحكمة والعالم الفتان والحب والبسمة حكاية فيها النور والحكمة والعالم الفتان والحب والبسمة اتفرج يا سلام على حكايات الوئام تعا اتفرج يا سلام ماذا تفعل عندك يا فستق اقرع الطبل اي تخريف هذا تقرع الطبل في العالي لم تكن قد جئت انت بعد فصعدت الشجرة ولن اترك علاء يرعبني انزل هيا انزل طبعا سأنزل يا عم عبد الله ولكن على علاء أن يبتعد عن طريقي هيا بنا يا أولادي تعالوا نتابع المشوار كان يا ما كان وما وصلنا إليه في حكاية حسان أن حنكوش ودعبوس أركبا حسان الحمار وأوهماه أن الحمار صار طيرا من فخار وفي خدمته ألف ألف جبار حنكوش أين نحن الآن يا حنكوش ها؟ نحن الآن في بلاد الحنكفيش الحنكفيش ما هذه البلاد يا حنكوش لا تسأل كثيرا يا حسان قد يغضب الحمار منك وأنت يا دعبوس اذهب واخبر أصحاب هذه المزارع عن خبر حسان الحداد وليحضروا ما يريدون إصلاحه من عدد زراعية هيا هيا لماذا يا حنكوش؟ هل سنتوقف هنا؟ طبعا يا حسان المارد طلب ذلك يا حسان ألم أقول لك؟ يجب أن تصنع كل ما يطلب منك يا حسان حسان لا تناقش كي لا تفسد الذي كان هيا هيا يا دعبوس هيا لا تضع الوقت هيا حنكوش نعم. قل لي هل سأبقي هذه الربطة على عيني؟ طبعا يا حسان إلا عند العمل فلا يجب أن ترى أكثر من 4 أمتار يا حسان حسان نعم إياك أن تزيد في الكلام يا حسان وإلا قرصت الحمار تقرص الحمار؟ طبعا ماذا يعني هذا يا أخي؟ إذا قرصت الحمار فإن الدجاجة الذهبية لن تبيض إلا بيضة في اليوم لا أرجوك أرجوك يا حنكوش أرجوك سأسكت ولن أتكلم أبدا يا ناس يا عالم من رأى الحداد حسان يا ناس يا عالم من رأى الحداد حسان أرجوك يا عمتي إن هذا الصياح لا يجدي أبدا صدقيني بل يجدي يا ماهر يجدي يجب أن لا يقع في الفخ أمثال حسان يجب أن يقول من يعرف لمن لا يعرف بأن الحظ في العمل وليس في أكاذيب حنكوش حسناً إن كنت ترين ذلك فاصرخي نعم سأصرخ ونذراً علي حتى لو وجدته سأظل أقول للناس يا ناس يا عالم لا حظ
هيا أيها الكسول اذهب إلى المزارع الأخرى وقل لهم أن يأتوا. معلمي حنكوش، لم يبقى أحد في هذه المنطقة إلا وأتيت به مع ما يريد إصلاحه، ثم أنا مثلك لمصلحة، فلي 10% يا معلم حنكوش. دعبوس دعبوس، لا تسمعني منغصاتك يا دعبوس. هيا قلت لك اذهب، اذهب يا دعبوس. خذ هيا. تريدني أن أنصرف عنك كي لا أرى المبلغ الذي تجمعه، فلا أقبض إلا بعض حقي. يا دعبوس، ألا تثق بمعلمك يا دعبوس؟ هيا هيا اجلب الزبائن ولا تخف على حقك. هيا هيا يا دعبوس، هيا يا دعبوس. تعبنا وجعنا، أليس كذلك يا ماهر؟ كل شيء يهون من أجل عمي حسان. عمي حسان بمثابة والدي يا عمتي خيزرانة. ماهر، ألا ترى؟ أرى ماذا؟ إني أرى هناك أناسا وراء الأشجار. أنا لا أرى شيئا. كيف؟ اسمع، ألا تسمع أصواتهم؟ هل تشكين أنهم هم؟ بل هم يا ماهر. ماهر يا ماهر، لم تعد قدماي تقويان على حملي. حسنا سأجري أنا، انتظريني. هنكوش. إياك أن تحدث صوتا يا حسان. لماذا يا حنكوش؟ أين نحن؟ نحن الآن في وادي الذئاب، والذئاب تحيط بنا من كل جانب. لماذا يا حنكوش؟ هل نسير على الأرض أم نطير فوق؟ أغلق فمك يا حسان، أغلق فمك. نعم نسير على الأرض من أجل المصلحة العامة. ما هذا يا حنكوش؟ المارد يا حسان يقاتل الذئاب دفاعا عنك. إياك أن تفتح عينيك أو تأتي بأي حركة يا حسان. ماذا يحدث؟ حييت يا سريفش مرحى، أنت بطل. من سريفش هذا؟ ماذا يحدث يا حنكوش؟ سيخلدك التاريخ يا سريفش. يا ناس كدوجن، من سريفش هذا وماذا يحدث؟ إنه ماردك أيها الأحمق. لقد انتصر على الذئاب يا حسان، وأصبحت أنت منذ الآن حاكم وادي الذئاب. حقا، سأنزع الربطة إذن. لا يا حسان، إياك أن تفك الربطة عن عينيك. لماذا يا دعبوس؟ ألست أنا حاكم هذا الوادي؟ اسمع، سيغضب منك الحمار والمارد ولن يتم الرحلة بعد الآن. حسنا، قولوا لهما ألا يغضبا، وسأظل متقوقعا على نفسي دون حراك ودون بصر ودون حتى كلام. معلمي، بمناسبة انتصاره وتنصيبه حاكما على وادي الذئاب، دعه يغني لنا أغنية يا معلمي. معك حق يا دعبوس. حسان غني لنا يا حسان. حسان. نعم غني لنا يا حسان. ولكن ألا يغضب أحد إذا غنيت؟ لا يا حسان، سيرقص الجميع ويفرح ماردك. غني يا حسان. طيب سأغني. غني.
أوصلني يا حماري للقصر المحبوب، أوصلني يا حماري للقصر المحبوب، أسرع 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 كالقط المرعوب، أسرع 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 كالقط المرعوب، أسرع 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 كالقط المرعوب، أوصلني يا حماري للقصر المحبوب، أوصلني يا حماري للقصر المحبوب، أسرع 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 كالقط المرعوب، أسرع 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 كالقط المرعوب، يا عيني أسرع 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 كالقط المرعوب، يا روحي أسرع 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 كالقط المرعوب، يا روحي أسرع 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 كالقط المرعوب. المسكينة لقد ظلت وحدها في الغابة وسيحل الظلام، ماذا أفعل؟ يجب أن لا أفقد الأمل. عمتي خيزرانة، يا عمتي، اذهب اذهب واخبر اهل القرية ان يحضروا كل ما لديهم للاصلاح. هيا. السلام عليكم. عليك السلام. امشي تريد أن تسرق جهد عمي يا محتال؟ حسناً، سأريك. يا ابنتي، هل مر بكم ثلاثة رجال اسم أحدهم حسان؟ لا يا خالة، أنا لم أرى. تذكري، الاثنان الآخران واضح عليهما أنهما محتالان وقد خدعا حسان. وإلى أين سيذهبان بحسان؟ قالوا له إلى قصر الأحلام. وما هو قصر الأحلام هذا؟ قالوا له بأنه سيأخذ دجاجة تبيض ذهبا وبها يكون حظه. وأي أحمق هذا؟ من؟ حسان، وكيف يصدق أن الدجاج يبيض ذهباً؟ خدعوه يا ابنتي، خدعوه. تفضلي يا خالة، أمي سترحل بك. حسان، لقد اقتربنا من المزارع ما قبل الأخيرة يا حسان. ماذا تعني يا حنكوش؟ يجب أن تهيئ نفسك للعمل. ولكنني مرهق جدا، طوال حياتي لم أعمل مثل ما عملت في هذه الرحلة.
لا تتذمر يا حسان، حمارك سيغضب. دعبوس، حماري 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 لم يقل لي كلمة واحدة طوال هذه الرحلة بصراحة. يا حسان، الحمار يحصر عقله كله ليوصلك إلى 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 قصر الأحلام. طيب طيب يا حنكوش، وسريفش؟ من سريفش؟ من سريفش؟ البارد يا حنكوش. ها سريفش، سريفش قال إن لم تصنع أو تصلح كل ما يقدم إليك اليوم سيغضب منك سريفش وسيؤخر استلامك للطاقية والدجاجة الذهبية. شكرا لك يا بنيتي، واشكري أمك بالنيابة عني. ولكن كيف يخدع المحتالون زوجك؟ ما جرى قد جرى يا بنيتي. هل ستذهبين للبحث عنه؟ نعم سأذهب للبحث عنه. أما أنا فسأذهب مع رفاقي للنادي أينما كان، بأن الحياة لا يبنيها سوى العمل. أما أنا فأتمنى من الله أن يرزقني طفلة جميلة مثلك. إلى اللقاء يا ابنتي. إلى اللقاء. وإلى غد يا أولاد، سنتم لكم الحكاية بإذن خالق العباد. هيا بنا الآن اذهبوا إلى بيوتكم، ولكن في الطريق فكروا قليلا قليلا فقط مما شاهدناه. ترى هل كان على حسان أن يترك مهنته أو أن يغلق دكانه؟ ترى هل سيحصل على طاقية الإخفاء وعلى الدجاجة الذهبية؟ فقط فكروا قليلا في الطريق. ها هيا، السلام عليكم. إلى اللقاء. أنا سريفش المارد يا فستق. ما بك يا فستق؟ إنه سريفش يا عم عبد الله. إنه علاء أيها الجبان. هيا بنا نجري.